أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز القسم بآيات الله كأن يقول أقسم بآيات الله؟ بآيات الله القرآنية لا، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. والاستعاذة نوع من أنواع العبادة، تجوز الاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته، والكلمات الله من صفات الله عز وجل، فيجوز أنه يحلف بآية من القرآن أو بسورة. أما أن يحلف بآيات الله الكونية كالسماوات والأرض والمخلوقات فلا يجوز. نعم.